بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الجانب الأيمن للعالم نحيي حضرتكم في مستهل حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق، وقلبنا سعيد بما سوف نتعرف عليه ونتعلمه من الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. ونبدأ حوارنا مع حضرتكم بنجوى بيننا وبينكم من قبيل المحبة في الله تبارك وتعالى، لأن الأمر جد خطير وجد جلل، وإن لم ننتبه والعياذ بالله لتسوء الخاتمة بنا جميعا. هذه كلمة حق أردنا أن نبدأ بها حلقة اليوم، لأننا سوف نستكمل ما بدأناه في الحلقات السابقة عن دركات النار. ترى ما أنواعها، ما أحجامها، ما أشكالها، ما طعام وشراب أهلها، ولماذا يدخلون فيها، والأهم من هذا كله لماذا لا نخاف من ذكر النار. مشاهدينا الكرام نحيي حضرتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. والله قلبي يرتجف ويخفق في صدري لمجرد أن نذكر اسم النار. يعني لا أعلم، هذا يعني هذا الخوف، يعني هنالك من الذنوب ما تنوء بالعصبة أولي القوة يا فضيلة الشيخ. ليست قضية ذنوب، وإنما يجب أن يعني يرتجف قلب العبد من النار، لأننا لسنا أشرف ولا أزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا ذكرت النار كان يعني يهتز قلبه، وكان صدره كالمرجل وكزيز المرجل، وكان لعمر خطان كقبال النعل الذائبين تحت عينيه خوفا من الله عز وجل. والحسن البصري كان عندما إذا قرأت أمامه هذه الآية من سورة الكهف التي قدمت وصدرت بها الحلقة كان يغشى عليه. كان عمر بن عبد العزيز كذلك، إذا يعني مر بآيات من آيات النار شعر أن لفح جهنم في أذنيه وفي وجهه، فكان يقوم الليل كله ولا ينام. كانوا هكذا تعاملهم مع كتاب الله عز وجل، وعند ذكر النار كانت قلوبهم تضطرب، لأن القلوب كانت نقية. إذن يعني الخوف من النار هذا شيء طبيعي، يجب أن نخاف من النار، لأننا يعني ورد لنا أننا واردون عليها، وإن منكم إلا واردون، لكن ما ورد لأحد منا أنه قد نجا منها. صحيح. يعني وهنا تكمن المصيبة. يعني وإن منكم إلا واردها. قلنا إن الصراط جسر فوق جهنم فوق النار. وإن منكم إلا وارد، كل البشر سوف يمرون فوق هذا الصراط. فسوف يمرون على جهنم، على النار، على دركاتها مرور سبحان الله. لكن ما أتى واحد منا أبدا أنه قد نجا. لا بد من الخوف. وإن لم نخف من النار فما الذي يخيفنا؟ فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عمر عبد الكافي، الخوف يملأ قلوب المسلمين حينما تذكر النار ودركاتها، ولكن لم يترجم هذا الخوف أعمالا تنجينا منها، فما سر هذه المعادلة الصعبة من وجهة نظر فضيلتكم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب، معنى أن القلب كما قلنا من قبل، القلب السقيم كالمرآة الصالحة.
لا يتلقى الصور كما هي. قلوب الصحابة كانت قلوب سليمة، فتلقت الآيات كما هي وأخذ الكلام كما هو، فسطر على يعني صفحات قلوب الصحابة بمداد من نور كلام الله عز وجل. فلما سطر هذا الكلام وكتب، كان الصحابي عبارة عن يعني نسخة من المصحف تتحرك. نحن ملأنا قلوبنا بما لا يجب أن تمتلئ به، يعني القلوب مهمتها ذكر الله، الخوف من الله، الرجاء في الله، المحبة، صدق النية، محبة الآخرين، يتبخر منها الحسد، الحقد، الضغائن، الأمن من مكر الله، القنوط من رحمة الله، التكبر على الناس، الرياء، الشرك، الكفر بالله، الكفر النعم، يوجد فيها اليقين، الصبر، التوكل، عين اليقين، حق اليقين، كل هذا يجب أن يكون في القلب. فإحنا شغلنا القلب بماذا؟ بالدنيا. فملأت أنت هذه يعني إذا تصورنا أنها ماكينة تعمل بالبترول، أنت وضعت فيها ماء. نعم. ماكينة تعمل بالكهرباء ووضعت فيها مادة أخرى، فأنت استبدل. شغلت القلب بما لا يجب أن يشغل به، فشغلته وأصبح فيه هموم. أصبح أنت تكلم الرجل في ظهر صلاة الجمعة هو سرحان منك، يفكر في مصيبته مع زوجته. نعم. يفكر في مصيبته مع ابنه، لأنه لم يتصل بالخالق. لو اتصل بالخالق لكفاه مؤونته. الله أكبر. أقصر طريق أن يتصل أن يكون بينه تواصل بينه وبين رب العباد، فلما يتواصل مع رب العباد يكفي كل هذا. يعني يضاء قلبه. فلماذا لا يترجم ما يخاف؟ يعني أنت تكلم الناس عن النار قد يبكو. نعم. لا ننكر يبكي يرتج، لكن هذا بكاء وقتي. الصحابة عاشوا على هذا المنوال يعني دهورا عمرهم كله. الله عز وجل خلق الجنة وطلب من جبريل، أمر جبريل أن ينظر أو يطلع عليها اطلاع على الجنة. على الجنة. فعاد جبريل وقال ما أحد يعني من في بني آدم سوف يسمعنا إلا وعمل من أجل دخولها. فحفها الله بالمكاره. سبحان الله. لما؟ لا مش لما. الأمر لا سهل. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى لازم في صادق وفي كاذب. أحسب هذا استفهام؟ طبعا أحسب لا استفهام، وكأنه استفهام استنكاري. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ أين الدليل؟ أنا مؤمن. هذه دعوة. سدى هكذا. هذا كلام، هذا كلام. فلما حفت بالمكاره، المكاره صعبة. قم صلي الصبح. صعب. امسك لسانك. غض بصرك. لا تسمع للخنا، لا تذهب إلى مكان فيه فسوق، حرك رجليك إلى ذكر الله، اصبر على ما أصابك، أعط من حرمك، صل من قطعك، اعف عن من ظلمك. كل دي مكاره، لأن ضد هوى النفس، وكل ما ضد هوى النفس هو الذي يقربك من الله، وكل مع هوى النفس هو الذي يبعدك عن الله. قاعدة ما فيها سبحان. فلما حفت بالمكاره يعني ظن جبريل أن أحدا يعني الامر صعب، فلما لن يدخلها احد يعني ظن هكذا سبحان الا من رحم ربي. خلق الله النار. انظر يا جبريل جاء مذعورا وقال لا يهربوا منها. لا سبحان الله لن يدخلها احد. فحفت بالشهوات. دي نظره طيبه، دي اغنيه جميله، دي رقصه، دي جلسه فيها غيبه، دي فيها سخريه بانسان، ده في شماته في احد، ده في طعن في الاعراض، ده في مال ربا، مال حرام، رشوة، فوضى، انحراف، زور، بهتان. فقال جبريل لا أظن أن أحدا ينجو منها، لأن إحنا عندنا يا مؤمن يا كافر. المؤمن يعني يتقلب في أنوار خمسة، والكافر يتقلب في ظلمات خمسة. المؤمن كلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور وقبره نور وعلى الصراط نور، لأنه أتعب نفسه أشرقت. طبعا. والكلام ظلمة والعياذ بالله تعالى. سبحان الله. مدخله ظلمة، مخرجه ظلمة، الصراط ظلمة، ثم والعياذ بالله القبر من قبل ظلمة، فيدخل في الظلمة والعياذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. فلماذا أسألك تحديدا، لماذا لم يترجم المؤمن مدعي الخوف هذا؟ أنا أركز على مدعي الخوف.
لماذا لم يترجمها إلى عمل؟ لأنه لو خاف حقيقة لأحسن العمل. لو خاف المسلم النار خوفه من الفقر لنجا منهما جميعا، ولو رجا الجنة كما يرجو الغنى لفاز بهما جميعا. مرة ثانية، لو خفت أنا من الفقر مخافتي من النار سبحان الله لنجوت منهما جميعا. لماذا؟ لأننا لو خفت من النار مخافتي من الفقر. يعني لما أخاف من الفقر أعمل إيه؟ أحطط لنفسي أعمل وأجد وأجتهد وأبحث عن عملي، أعمل شيء كي أطرد الفقر عني. والآخر لو رجى الجنة كما يرجو الغنى، عندما يرجو الغنى يعمل من أجله. صحيح. لو رجى الجنة رجاءه للغنى لفاز بهما جميعا. لأن فيه ناس حتى في الزمن أصحاب قرارات، يعني من ضمن الرجل المجرم هذا جعد بن درهم، كان طلع على الناس كده وقال أن لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. خالد القسري رحمه الله كان أمير قوي، شوف أصحاب الحق دايما في كل زمن سبحان الله. وقف على المنبر في عيد الأضحى، صلى بالناس، خطب الخطبة، قال أيها الناس اذهبوا ضحوا تقبل الله منا ومنكم، أما أنا فسوف أضحي بالجعد بن درهم هذا المجرم، وهو موجود هذا الذي ادعى أن إبراهيم أن لم يكن خليلا وأن الله ما كلم موسى تكليما، حتى قال أظن ابن الأطناب أو حد من الشعراء في هذا الوقت يعني صلي يا ذا العلا لربك وانحر، كل شانئ في الحياة لك أبتر، أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قرونا من الجمال تعقر، بل قرونا من الملوك ذوي التيجان والسؤدد تيجانهم لك تنثر، كلما خر ساجد لك رأس منهم صاح سيفك الله أكبر. نعم. فده واحد صاحب حق، لو موجود في كل زمن خالد القسري هذا كنا ما حصلنا على الفوضى الذي صعد واحد منهم من في القرن الماضي وقال أن قصة إبراهيم والخليل وإسماعيل هذه قصة مكذوبة وقصة تاريخية في كتاب الله، وهو مسلم وهو رجل مسلم ويدعي المهم يعني. فأصحاب الحق هكذا، ولكن أصحاب الباطل محمد ابن في التاريخ أصل الناس كلها تقول هو الأمة مرت بأزمة يا عمي، مرت بكثير. مش الجماعة مش كانوا هيسرقوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. في الجماعة اللي حاولوا 5 مرات مرة واحدة. إذا لم نقاوم قاوم أجدادنا فالحق ظهر. نعم. ونحن تقاعسنا، أنا مالي أنا مالي أنا مالي سبحان الله. ولما يكون الرجل صالح حتى يصل إلى الحكم ويصير فيه الصلاح، قرار منه يزيد نور الدين زنكي هذا القائد العظيم. نعم. يأتيه الرسول في الرؤية يا نور الدين أنقذني من هذين، وشهد على 2 في الرؤية، 2 شقر. فاستشار العلماء، أنا شفت رؤية عجيبة، وهؤلاء ناس وناس صالحون رؤاهم ليست في الهواء. صحيح. قالوا لابد أن تذهب إلى المدينة، سافر وراح المدينة أخذ معه الصدقات والأموال ووزع على كل أهل المدينة، قال أنا أريد كل أهل المدينة يأتوا، لكن لم يرى هذين اللذين رأهما في رجل. قال أما في المدينة أحد غيرهم؟ قالوا فيه 2 من المغاربة جاءوا طلبة علم، ودول أهل زكوات وصدقات ويزع على الناس، فجاء بهما فرآهما نفس الشخصين اللي رآهم في الرؤيا. سبحان الله. سبحان الله. فسألوا حوارهم وجدهم جايين طلبة علم، قال يعني أين تسكنان؟ قال بجوار المسجد. فذهب لزيارتهم في البيت فرأى كتب وأموال، فالرجل يعني تعجب. فصار يمشي في الغرفة جيئة وذهابا إلى أن رجله جاءت على شيء كذا معين سبحان الله، فشالوا الحصير رجله فيه حفرة يحفروها، ونفق اقترب هذا النفق من جسد الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون سرقته. ودول طلعوا 2 من نصارى المغرب اللي بعتهم الفرنجة بأموال كثيرة للصناعة وسرقت الجسد الشريف، فقطع رقبتيهما في نفس الدور اللحظة. يعني هذا الكفر، القرامطة عندما أرادوا سرقة الحجر الأسود وسرقوه، وأخذ الحجر الأسود 22 سنة في أيام الفاطمية. نعم. وقتل في أي يومها؟ يوم التروية، يوم أخذ كان يوم التروية، يوم الثامن سبحان الله. قتل عند الحجر 22 ألف
وهم يدافعون عن 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 عن, عن الحجر سبحان الله. واعيد بعد ذلك بفضل الله عز وجل وضح في هذا السؤال حمى الله الكعبه والحجر. المهم يعني فاريد ان اقول ان الشر فيه ناس متقصد فيها الشر هذا المنطق. لكن لابد شوف الكفر المنظم لابد له من اسلام المنظم. اذا كان هنالك اناس متاصل فيهم الشر لهذه الدرجه فمن المنطقي او العدل ان يكون هناك متاصل فيهم الايمان بقدر تلكم الدرجه. لا هم الفطره الطبيعيه هم على التوحيد. طمسوا الفطره طمسوها هم اصلا موحدون بلا شك واستشروا لهذه الدرجه والعياذ بالله. ما هو الانسان ان الهوى يعمي ويصم والعياذ بالله رب العالمين. يا علي يدخل فيك النار اثنان محب وكاره. محب وكاره المحب يحب لدرجه انه يخرجه من بشريته والكاره من يكره عليه يعني فالقضيه انه الاثنان موجودان فطمس البصيره. انت ربنا اعطاك قلب تطمسه بالذنوب والمعاصي. فكر الذنب ده يمر كده سهل. الذنب الصغير يعمل نكته سوداء في القلب نكته سوداء. فان استغفر العبد محي إلا ما يستغفر وأذنب نكتة أخرى نكتة ثالثة رابعة خامسة إلى أن يسود القلب. لما يسود القلب يحصل له الران بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون له الحاجز يحجب عن رب العباد فلا يرى الحق حقا ولا يتبع ولا يرى الباطل باطلا فيتبع. فهنا سبحان الله العظيم تختلط الأمور. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهنا القضية تتضح إيه أن تجي تتكلموا عن النار. يا عمي ما ترهبوش الناس يا عمي. ما هي دي 77 مرة والجنة 77 مرة لا بد من شرحها. وإحنا نقف عند آيات النار هنشرحها آية آية إن شاء الله ونقف ونشوف إيه ما سرابيلهم ما طعامهم ما شرابهم ما هي وديانهم وليه إيه اللي جابهم المكان ده ايه السبب عشان احنا نحتاط. صحيح احنا القضيه احنا مش بنعرض عرض اكاديمي احنا بنعرض عشان نشوف ايه الموضوع. صح. بالمثال يتضح المقال. الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك. تمام. اذا لهذه الاسباب التي تفضلتم بها فضيلتكم الان لا نخاف من النار واذا خفنا لا يترجم الخوف اعمالا لكي ننجو منها. الكارثه اكبر من ذلك وهي انا استقرئ في الكتب وفي تاريخ الامه وكده وجدت الصحابة والسلف الصالح كان عن إلى أجدادنا القريبين كان عندهم ما يسمى بالمروءة. وزاف أول ما يسمى يعني هذا يؤلمني وأنا أقول أليست موجودة عند القليل لدرجة أنها كأنها غير موجودة. المروءة عارف إيه؟ ولك كان ما هي المروءة أولا؟ يعني المروءة دي هي النخوة الشهامة الوقوف بجوار الضعيف أن تحمل الكل أن تقر الضيف أن تكون سبحان الله أخلاقيات الإسلام أخلاق أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك أن تفرح إذا جاءك الفقير تفرح. كان يقول لك الصالح إذا أراد أن يشين أخاه أو يشين أخاه يعني ينقص من قدره يطلب حاجته من غيره. يعني أنا عايز أنقص مستواك أمامي أو يعني أنت أقل من شأنك أعمل إيه؟ وأنا عارف أن أنا ممكن أطلب منك وتعطيني أطلب من غيرك فتشعر اننا ما القيت لك اهتمام. يا الله شوف شو وصل الدرجه لغايه فين. الشافعي لما جاء فلجد جاريه قالت صاحبك فلان جاء فلم يجد احدا في البيت فاخذ فتح كيس النقود اخذ شيئا وضعه في جيبه ومش صح. قال ان كنت ما تقولين حقا فانت حر لوجه الله. من فرحه الشافعي بان اخوه شال اللي الحاجز هذا اللي منع التكلف والتكليف في اعظم ما قال ابو حامد الغزالي في 11 شرط للاخوه الصادقه اللي هي تبخرت اللي هي المروءه ضاعت. ففي شيء اسمه من خوارم المروءه. خوارم المروءه يعني ثقوب. كم خارم من خوارم المروءه؟ جمعت ما يقرب من 100 100 خارم؟ ايوه تخرم المروءة وتثلبها. لا مروءة إذا موجودة أصلا. أنا لا وفي من المروءة ما يتخيل الإنسان أنها يعني لا تدخل تحت حساب يعني ولك عادي عادي. مثل ماذا خوارم المروءة؟ هذا أنا جمعتها لك عشان ما تضيعش مني. جميل يعني. سبحان الله. أول شيء يا سيدي لك أخذ العوض على تعليم القرآن دون داعي. دون داعي. موجود. لكن لو هو ليس له إلا هذه المهنة إحنا نوعي. لا بأس. عرفت؟ ده يعتبر الصحابه والتابعين والتابعين يعتبروا دي خوارم المروءه. نعم. اتباع الهوى لما يجلس في مجلس كده يقول له فلان المنطق يقول كذا او الحق يقول كذا او القران
الان يقول لها لا 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 بس انا اصل زوجتي قالت كذا الهوى، انا اولادي يقولوا كذا، يضحكوا عليا يقول انت كيف تتنازل مش عارف ايه. نعم سبحان الله. ثم الادامه تاخير الصلاه، دايما واحد ما يجيش الا في الركعه الرابعه، ده لو راح انا بكلم يا ابني انا مش بكلمش على ده انا مالي بدا انا لو راح ده ما لازم يجي، انا بكلم على هو اللي جاي في الركعه الرابعه ده، ده ما عندوش مروءه. الثاني ده بتكلم على المسلمين يا ابني، لا حول ولا قوه الا بالله، بتكلم على الاسلام، على الاسلام الحقيقي. اصلا اقول لك شيء، انا لم اصلي في المسجد وانت لم تصلي في المسجد وهذا لا يصلي، مين يصلي في المسجد؟ من يفتح بيت الله؟ صحيح ونعم الله. يبقى اذا هو اللي بيقول حي على الفلاح يعني لمن؟ وبعدين من خان حي على الصلاح يخون حي على التفاح. صح. هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح، مش عايزين مليار، عايزين مليون. صح. بس مضبوطين شوي. صح. خد يا سيدي إدامة ترك تسبيحات الصلاة. ختم الصلاة يعني. هذا من قوارب المروءة. دباقة الورد التي حول الشجرة. صحيح. بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة وكل ما تسبح يزرع لك شجرة في الجنة. هو دي ايش معنى لو ادينا له حتة أرض يصلحها ما شاء الله عليه. طلب الفقراء من الرسول أن يكونوا مثل الأغنياء. الله يرضى عليه بالضبط كده. بالضبط ذلك فضل الله فيما يشاء. صحيح. بالضبط كده. نعم. سبحان الله. تعالى. نعم. وبعدين يا سيدي قال لك الادهان عند العطار. الادهان؟ عند العطار. يعني نحن نصنع هذه كثيرا يعني. يدخل المحلات اللي فيها العطور. يقول لك انا بجرب. لا تساله انت تشتري؟ يقول لك لا هذا حرام. هذا اخذ ما لا يحق. يقول ده هو حاططها عينه. لا عينه اذا نويت الشراء. والله اعلم بالنيات وما ربنا هيحاسب بالنيه دي. صحيح. انا في ظاهر القول اضحك عليك وتضحك علي. عند الله لا 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 ما فيش. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم استخدام الضيف. بمعنى انت عزمت ضيف. نعم. وراجل متخصص في مثلا في الطب. تخصص فريد يعني. تستخدمه بقول له تعال يا ولد خلي عمك يشوف. شوف الولد دايما يسخن يا دكتور وده عقبال بس بنجيب لك الشاي شوف الولد. الله فيه نحن نصنعه كثيرا في برامجنا. لا بد قبل من ضبط الامور بعد خوار المروءه. ولذلك لما نتكلم عن النار والتاني مش هنا خالص. صح. ويا ابني مش في موضوع مش يحسه القلب نفسه. يعني انت لما تجيب ورق اسود كيف تكتب عليه؟ صعب. لازم يكون ورق ابيض. صح. فاستخدام الضيف. اعتياد التبول قائما بلا ضروره. حتى الإمام مالك يعني بيعتبر ان المصيبه لان ممكن دي تصيبه رشاش البول ويبقى ثوب غير طاهر وصلاه يبول وهو واقف. يبول واقفا سبحان الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبول وهو جالس. نعم 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 صلى الله عليه وسلم. طيب ثم الاعلان بالفسق. لما تشوف انت كده في بعض الفضائيات انت عايز فسق اكتر من كده؟ لا تلاقي المجلات كده تبقى انت عايز تغض البصر عن المجله وانت تريد ان تشتري كتابا تشتري صحيفه جاده مجله جاده تريد بجوارها سموم. صحيح. انت مش عارف اين يذهب وجهك يعني. الاكل في الطرقات في الاسواق تكاويا ضروره يا مولانا. انا قبل ما اكلمك عن خوارم المروءه اتكلمنا عن ضروره من هم صح. كانوا قديما ما كان عندهم ضغوط عمل مثلنا اليوم. هم الان طائرات وقطارات ومواصلات. ما قد يكون تعارف القوم على هذا وعصر التكنولوجيا عصر ماشي ماشي. لكن هو ترانزستور ده ماشي انت بتسد ولا بتستفزني؟ انا وداعي فضيلتكم. هذا هو الواقع يا فضيله الشيخ. واقع ما واقع بينا طبيعه العمل عمل صباح مساء ياكل بالطريق وهو ذاهب من عمل الى عمل ياكل براحته يا ابني ياكل براحته خلاص. ما قلت لك هو ده من خوارم المروءه اذا اضطرت الظروف. يعني اضطرت انت ماشي مع اولادك جاعوا جلست في مكان هو ده مكان اكل. انا فضلتك ضد المحلات التكاوية الموجوده. يعني ما اعرفش التكاوية ولا انا اعرفه ان اعرف وعلى هذا الاكل في الطرقات له يعني له عيب من وجهه نظر مصادر الشريعه الاسلاميه لانه يقول لك سقط الحياء. سقط الحياء لانه بيعتبر ان الاكل ده عباره عن شيء يعني انا اكل وانت لا تاكل. انت عارف لو كلنا ناكل الاكل والنوم عوره. الله كان عند بعض العلماء ليه؟ لان هو مش عوره بالمعنى ولكن يبقى زي ما يكون ايه واحد في ناس قاعد تتفرج عليك كده شوفك يحتاج الى ستر. بالضبط. سمعنا بعض الفقهاء يسقط شهاده الاكل في الطعام في الطريق. الاكل على الطريق والمتوالى على الطريق والضاحك بصوت انه يقهقق في صغير الامر وكبير هذا سقط الحياه. وهذا من خوارم المروءه. هذا من خوارم المروءه وبعض الفقهاء عند الاحناف يقول لك لا نقبل شهادته.
إذا حتى الآن ما عندنا مروءة حتى الآن. ربنا يستر. الأكل من غير ما يليه، لأنه جاء أمر من أنس قال له كل مما يليك، كل بيمينك، كل بيمينك وكل سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. ألا يحمل هذا على آداب الطعام؟ وما آداب الطعام دي مش من المروءة؟ مش الطعام سبحان الله نشكر النعمة بالتأدب معها؟ يعني إذا كانت إذا كان هنالك لحم بعيد عنه ماذا يصنع؟ يعني سبحان الله يناول يعني يناول 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 ويستأذن ويكون في أدب، يكون سبحان الله ما يكونش عنده شرف كمان سبحان الله في هذا الأمر في الطعام والشرف. تمام. وبعدين التجشؤ بصوت المرتفع لأنه يؤذي الآخرين. صحيح. أدب يا أخي الإسلام أدب سبحان الله. سبحان الله. لا إله إلا الله. طيب. وبعدين لك ترك الوتر. ترك الوتر. اه صلاه الوتر من خوارم المروءة عند متاخر الاحناف ان الوتر يقضى. نعم. الناس تستسهل وتفكروا كده يعني سنه خفيفه وخلاص. لا يقضى. ايوه نعم. وبعدين تقبيل الرجل زوجته امام الناس غير يعني من باب انه رجل يعني هذه محبه بقى. طيب. ان يكرر حضور وليمه من غير دعوه. يعني ثقيل الظل يعني كل ما يلاقي وليمه تلاقيه فيها حفله تلاقيه فيها فينا ثقيل الظل ثقيل الظل والعياذ بالله. يعني يذهب بدون دعوه والعياذ بالله رب العالمين. ثم الا تدخل تحت باب المشاركه او يشارك جاره؟ لا لا من غير دعوه. لا لا من غير دعوه. لا لا من غير دعوه. ثم الجلوس على الطرقات الا بحقها بحق يعني قاعد على القهوه ده يعني قاعد ذاكر لله. لا ودايما القهوه تبقى على الطرقات. يعني حي الله إمارة الشارقة بأن ليس فيها فكرة القهوة دي بصراحة. صحيح. يعني خطوة طيبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القصير. ثم ذكر الأهل بالاستخفاف أمام الناس يقعد كده يتنظر كده بيزوش دي هبلة ما تفهمش شيء طول الله برسيمه ويضحك يا أخي يا أخي كبر زوجتك قدام الناس كبر أولادك أمام الناس وهي نفس القضية لابد من احترام سبحان الله الأهل. ثم الربح على الإخوان. يعني أنت طلبت مني أشتري لك شيء أكسب منك. أنا مش تاجر عامل حساب المشوار مثلا هو من خلال الوقت يعمل وقت براحته إما يعملها يا سبحان الله يا يعني. الرطانة بالأعجمية. وانا عمره اللي فضلتك تيك اواي ما خلاص بقى خلاص بطل بقى كلمه عربيه ولا الحمد لله انت تفهم اللغه العربيه امال اللي غيرك ما تفهمش يعمل ايه هيكلمني يجيب لي بالانجليزي اضحك الله وسيدنا كريم لسه بتضحك اخواننا المصلين اليوم في الجمعه كان لنا شيخ نعم كنا نذهب معه لزياره شيخه شيخه ده كان كبير السن فكان شيخه ده يسال شيخنا ده يقول له كيف حالك؟ كيف ابوك؟ ابوك كيفه؟ يقول والله حي يرزق. يقول طيب وكيف زوجتك؟ والله حياه تسعه. خذها ولا تخذها. هو الراجل فيها توريه يعني لو حد يعني عاب عليه يقول لك والله ما هي تسعه في البيت. صح. الله المستعان. فقال لك شوف الرطانه الاعجميه. لا قال لك ايه من غير حاجه. من غير ضروره لكن اذا كان في ضروره لمساله اخرى. يعني اعذر اخواننا الاطباء وابنائنا احيانا لان اللغه لغه الطب لغه غالبه عليه غالبه يعني نعم. يعني ليه هو الراجل لا 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 يتنطع فيها لكن المصيبه في ابنائنا وبناتنا بالتليفون الو الو في خلال الو السلام عليكم خذ ثواب يا ابني خذ 30 حسنه خذ 30 حسنه في ايه؟ فسبحان الله العظيم. صحيح. طيب وبعدين صحبه الاراذل تمشي مع واحد يعني للاسف يشينك يقلل من شانك ولا تصحب اخ الجاهل والاراضي الان اصبحوا ايه هم اللي تحت الاضواء كثر. صحيح. لا سبحان الله. وبعدين كشف ما جرت العاده بتغطيته. واحد راجل محترم كده ولبس تكلبسه وذراعه عاري وعلى الكتف سلامه وعلى الزند سبحان الله للاسف الشديد سبحان الله. وبعدين يا سيدي كثرة الالتفات في الطريق. طول ما مش انت ماشي في طريقك
عامل برج مراقبه. كان سيدنا عمر يضربهم في لا تتسكعوا بلا شك بلا شك اسرع في مشياتك لا تمت عليه. انت 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 رايح في المشوار خلاص خلص خلص امورك يسرع يسرع بس ده يعني انا بعطيك نماذج نماذج من خوارم المراه. فتخيل انت بند ناخذها من فضيلتكم ونظهرها على الشاشه القادمه ان شاء الله باذن الله. فتخيل انت هذا 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 امر بسيط من تصرفات المسلمين. بارك الله فيكم. هذه خوارم المروءه بالتالي تميت القلب ولا تجعله يشعر سبب بالضبط. مفيش نحو مفيش مثلا الراجل قاعد كده في البيت وبنته رايحه للجامعه لابسه لبس ما لا تدري انت كيف ارتدت وبيضحك مبسوط تعيش سنها معلش صغيره يعني هو المصيبه في ايه المصيبه في ايه ان هو مسؤول عنها هو يسال مش كلكم راعن يعني يقول انا امرت بالحجاب ولم لا لا لا, لا يامرها ان تجلس في البيت لما تحجب لان الحجاب فرض. وهذه قضيه فضيله الشيخ يعني ام اتصلت بي احداهن من ابو ظبي تقول يعني ربما الذنب الوحيد الذي عندها الان انها لم تستطع اقناع ابنتها بارتداء الحجاب. ماذا تصنع؟ لا تصلح تجلسها في البيت هنا التعليم ليس فرضا واللي خلاص تعلمت والحمد لله بناتنا في الثانويه العامه يحصلوا على العلم اللي اخذناه احنا في الجامعات والدراسات العليا صحيح خلاص يبقى تقعد في البيت احسن. التعليم لن تحاسب السنة لن تحاسب والحجاب فرض طبعا لن تحاسب على خله تعليمها في الجامعه لكن تحاسب على حجابها. الله اكبر امر جلل هذا. الله يقول لا اريد ان اضغط عليها حتى لا تخلعه مره ثانيه. مفيش تخلعه ولا ما تخلعش يا اما انا راعي يا اعتبر نفسي قد مت والبقاء لله كبروا عليه اربع تكبيرات ويبقى كده همل في البيت. الامر يحتاج الى شده في بعض الامور ما فيها سبحان الله لا هواده فيها اصلا. ما تشوف يعني انا اجني ثمره نومي سنوات طويله وانا انام لغايه ما البنت فجاه تظهر ده البنت كبرت ما تابعتش من الاول صحيح كده. نعم. كما يقول قائل يعني مررت على المروءه وهي تبكي فقلت عليها ما تنتحب الفتاه فقالت كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا للاسف الشديد. نعم. بارك الله فيك. يعني هذا يعني يجعلنا أسأل السؤال الثاني لفضيلتكم. لا أحد يحب أن يسمع أي شيء عن ذكر النار أصلا. لماذا لماذا لماذا؟ لأن الناس تحب الكلام عن الرجاء فقط عن الرجاء عن الأمل عن ده شيء طيب. نعم. عمل طبيعي كلنا هكذا. ولكن كيف أغفل وكيف نغفل يعني ما ذكر في كتاب الله عن النار قدر ما ذكر عن الجنة. يا فضلت قلت 77 مرة بكليهما للجنة والنار سبحان الله. طيب من أين أغفلها؟ فلا بد أن أدرك من الذهب إلى هناك لكي لا أكون منه. هذا هو المطلوب يعني كل كلامنا ده في هذا المطلوب. وهل يجوز لنا كمسلمين أن نتساءل لماذا خلق الله تبارك وتعالى النار أصلا؟ لا 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 بالعكس خلقها كان هدانا إلى الجنة وانتهت القضية. لا 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 ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. لا لكن العباد أضلوا أنفسهم العباد أضلوا أنفسهم وصاروا وراء إبليس ولقد أضل خلق الشهوات وحببها إلى لا 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 بس ولكن وضع لك إيه تفريغها في المكان الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني حرم عليك شيء وفتح لك الحلال في أشياء كثيرة. زين للناس حب ومال زين لكن العبد يضبط ماله. ما الصحابة كان عندهم الشيء والتابعين وتابعي التابعين وكان عندهم مفاتن العصر كانت موجودة قديما مثل الآن. نفس بالخياس. نعم بالخياس. نعم بهذا الانفتاح بهذا الانفتاح والانفتاح اصحاب الرايات الحمر. ما المساله قياسيه انا وجدي وجدك شافوا التلفزيون شافوا شاشه التلفاز عليه واحده ذراعها ظاهر لا ممكن اغمى عليه صحيح اصحاب فقضية قياسية. يعني كانت فوضى في حدود الفوضى التي كانت موجودة. المتاحة أنا الله يرضى عنك يا رب. طيب يعني هل بهذه السهولة أفهم من فضيلاتكم أنه من السهولة علي بمكان أن أصنع حجابا بيني وبين النار وأن أخذ طريقا إلى الجنة؟ الله أكبر بتلك السهولة؟ بسهولة إن شاء الله مع شيء من المجاهلة. ويعني ابن يحصل على مؤهل بيحصل على مؤهل مش لغاية ما أكون أنا شبت الأول يكون شيبني هو واخوته صحيح لا. نعم. من الانفاق والرعايه لماذا؟ نعم. لمجرد الحصول على ايه؟ ورقه مكتوب فيها حصل فلان فلان على اجازه كذا. نعم. تمام؟ البنت الى ان ناتي لها بعريس وتذهب الى بيتها ماذا ندفع وماذا ننفق من الاموال؟ الكثير والكثير. نعم. يبقى كي انجو من النار وادخل الجنه الا تحتاج مني الى مجهود؟ ولكن ممكن نعطي جدول ممكن نعطي خطوات. ما سهله بسيطه. أول شيء أقرب ما يتقرب العبد به إلى ربه ما افترضه رب العباد عليه. هذا صعب خلاص خففها شوية صحيح يعني
يا ابني ما فيش ادنى من تحقيق الفرائض، ما فيش اقل من كده. فرائض الله المعلومه وغير المعلومه والمذكوره والمنسيه. كلام فضيلتكم اول درجه لا تقام اصلا في الدنيا. يبقى احنا عمان نتكلم او لمن؟ انا واثق ان المشاهدين والمشاهدات يريدون ان يعرفوا منهجا محددا للسير نحو الله وصنعة حجاب كما تقول أنت بينه وبين الجهنم. إقامة فرائض الله سبحانه وتعالى لإتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، هذه أول خطوة. أول خطوة. طيب. بس الفرائض المعروفة مش العبادات فقط. ماذا؟ لا. فرائض الله في العبادات والمعاملات. والمعاملات. ها؟ يعني. يعني في العبادات ما بينه وبين الله، ما بينه وبين الناس ربما يخضع لقوانين بشرية. لا 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 لا، يخضع لقانون الله عز وجل. أيضا. آه. دع ما لقيصر لله وما لله لله. يعني دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا لا لا. أو ما لقيصر للحكومة. لا لا قيصر، لا 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 قيصر ليس له شيء. دع ما أنتم لقيصر. أعلم بشؤون دنياكم. لا لا معلش، أمور دنياكم في الاجتهادات وفي التنظيمات وكذا، ولكن وفق منهج الله. يعني ربنا حرم أشياء خلاص، إن الله إيه يعني أمر أوامر فلا تعصوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكعت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان أو غير نسيان فلا تسألوا عنها. هكذا هذا المنهج. مرة ثانية المنهج جميل. إن الله حد حدودا فرض فرائض فلا تعطلوها. طيب. وحد حدودا فلا تعتدوها. خلاص. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان أو في رواية غير نسيان فلا تسألوا عنها. رحمة بين خلاص ما تسألش. أنت مالك أنت الرجل اللي عايش في الإسكيمو ويروح فين ولا ما؟ كيف نقيم هذا البند الأول والناس حتى الآن تسأل في العبادات فضيلة الشيخ؟ شوف، من لم يحسن عبادته لن يحسن معاملته. جميل. لا فض فوك. لأن أنا إذا لم آخذ ثمرة الصلاة وتنهاني عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا صلاة لي. إذا لم تجعلني الصلاة متواضعا للناس بعد تواضعي بين يدي الله عز وجل يبقى لا فائده في الصلاه. ان لم تزكني الصلاه فاكون صادقا في قولي امينا في عملي، يعني لا ارتكب ما يغضب الله عز وجل، فلا فائده في صلاتي. وساعه وساعه. لا ما فيش ساعه وساعه. ساعه يعني سبحان. نروح عن القلوب. روح بمرضات الله. بمرضات الله. في ترويح بمرضات الله. معقول؟ الله اكبر. لا مرضات الله كلها عباده. لا 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 لا, لا, لا مرضات الله أن, ان 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 تضحك مع تدخل السرور على جارك، ان تدخل السرور على يتيم، ان سبحان الله تبارك لاخيك في عرس، تعزيه في ورطه وتخب بجواره، هذا كله ترويح. يشعر المسلم عندما ياتيني خصمان واقضي بينهما ويخرجان من عندي غير ما دخل به، أشعر أنني قد ملكت الدنيا بحذافيرها. سبحان الله. دخلت سرور على هدأ البيت. نعم. اللي جاي في مشكلة. طيب. تنفيذ أوامر الله والانتهاء عن نواهيه في العبادات والمعاملات. هذا هو الإطار العام. الإطار العام كمرحلة أولى. طيب. ثم ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أرحب. الله. جميل. يزيد. أدي ركعتين في جوف الليل. أدي جزء قرآن. أدي شوية استغفار. يعني سبحان الله صلة رحم، عيادة مريض، صدقة جارية، كفالة يتيم، أخير هذا ما إخلاص أفتح باب رزق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى يسخر لي وهكذا، أدعو لأخير مسلم بظهر الغيب، أرجيه في رحمة الله، أخوفه من عذاب الله، كل ده خير، كل ده نوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحب. هنا بقى وقف العبد على أرض السلامة فتتلقفه يد السلام. جميل. فإذا أحببته كنت خلاص. هنا بقى لن يسمع إلا الخير، ولن تقع عينه إلا الخير، وسبحان الله العظيم، وبعدين لن يأكل إلا خير، زي النحلة، إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره، خفيف الظل، لطيف ظريف هين، سبحان الله. وهكذا. فعمل النوافل، وبعدين أن يسرع إلى مرضات الله إسراع النسر إلى فريسته ولا يؤخر. وعجلت إليك رب لترضى. أم الكريم كانت ترضع ابنها خوفا من فرعون. نعم. فلما توكلت على الله صارت ترضع ابنها بأمر من فرعون. ولا حصل حدث معها. قالت التوكل إيه؟ سبحان الله. هي الأول ترضع على خوف. لا ترضع بالأمر. صحيح. وهي آمنة.
والآية واضحة، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا يعني تخاف وتقيه شيء. ولذلك لما ابن القيم يعلق على القصة يقول إيه، يقول إن هذه لما الله أمرها بأن تلقي موسى، موسى بقى خلاص أصبح بعيد عنها، أصبح في يد الله. فلما جاءت الهدية، جاءت الهدية من عند الملك، ولما تأتي الهدايا من عند الملك تكون مضمخة بطيبة. يا سلام، مضمخة بعبير الرضا، بعبير اليقين، بعبير التوكل، بصدق اليقين، خلاص سبحان الله العظيم. فبمثل هذا وبعدين تبتدي المقامات القلبية تشتغل، صدق التوكل، صدق اليقين، يطلع الجنيه أو الدرهم من جيبه هو عارف أن في 10 راجعين له سبحان الله، شعر أن لما يطعم أخاه، ياخذ ابن عمر يقول من أطعم أخاه حلواء قطعة حلواء صرف الله عنه مرارة يوم القيامة. فابن عمر حط السكر في جيبه ماشي يوزع على الأطفال. إيه يا ابن عمر؟ يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب السكر فأحب أن أنفق منه. سبحان الله، سبحان الله. اولادنا ربما يسمع الكلام ده غريب يقول لك سكر ايه ده، احنا السكر عندنا مرمي في البيت. لا، هو كان ما عندهم الحاجات دي تعتبر يعني من ضمن ال الرابع مستحيل الرفاهيات بالضبط. تمام كده. بمثل هذه الامور يرتقي العبد في مدارج السالكين. تمام. وبعدين يبتدي بقى الحجاب بينه وبين الحجاب الاساسي ايه؟ اول شيء الخوف من الله. نعم، يخاف، يخاف من الله. نعم، يخاف. سبحان الله. أمن هو قانت أناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فبما قدم الحذر اللي هو الخوف. نعم، درجة من الخوف. طيب، وبعدين إن دمعة واحدة تقطر من عين المسلم خشية من الله تطفئ بحورا من جهنم يوم القيامة. لا إله إلا الله. يقال في معارض الدعوة إن واحد واقف في في في, في صفوف أهل النار يقول في في في, في, في سنة الترمذي، يا جبريل ما لي أرى فلانا يقف في صفوف أهل النار؟ قال يا رب ما وجدنا له حسنة واحدة. مفيش ولا حسنة. قال لكني أسمعه في الدنيا يقول يا حنان يا منان، سأله يا جبريل من كان يقصد؟ قال جبريل قلت مرة يا حنان يا منان، من كنت تقصد؟ قال هل هناك حنان أو منان سوى الله؟ قال خذ بيديه يا جبريل وادخل. الله الله. ففي الرحمة موجودة مرة مرة بس أنا مرة بصدق. لا، فقدها ربنا. إن الله لا يأخذ صدقة أحدكم بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، زي البعير الفصيل يفضل يكبر يكبر. وإن العبد لا يستظل بظل صدقته يوم القيامة. وقال في الآخر إيه بالصحيح البخاري، واتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة تمنعني من النار، بس بصدق بصدق. درهم غلب درهمين سبحان الله. ألا أنبئكم بأهل الجنة زي ما هنيجي، إمام مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة ومسلم. تجد لما يشوف يتيم يبكي يقول يا أبو أنا أصير له أب، أنا أخذ بالي منه، أنا هجيبه في الأجازات يلعب مع الأولاد، أنا أروح في الأعياد أعطي، أنا هبعت زوجتي عشان هذه الرحمة، هذه الرحمة سبحان الله العظيم. فالإنسان لا يدري من أين تأتي من أين آت الخير. فاللي عايز يعمل حجاب بينه وبين النار أولا يخاف من الله، ثم يخاف من سوء الخاتمة، ثم يخاف من الغرماء، ثم يخاف ما الغرماء؟ الغرماء لأصحاب الحقوق، الظلم، أصحاب الحقوق ده الناس اللي هم عندي حقوق يوم القيامة أنا أخاف منهم. ما في ناس أنا ظلمتهم وأنا لا أعرفهم، ناس اغتبتهم وأنا لا أعرفهم. يقول إيه؟ سمعت الناس يقولون عنه كذا، لا حول ولا قوة. هل رأيت بعينيك؟ يقول أبدا، لا حول ولا قوة. هل سمعت؟ يقول أبدا. أمال إيه؟ يقول الناس قالوا كذا. طيب ماذا تقول في هذا؟ فيخاف من الغرماء، يخاف، يبقى مرعوب سبحان الله العظيم. فالعبد بهذا المنطق هو بيعمل حجاب بينه وبين النار. وبعدين يذكر أناء الليل وأطراف النار، يصير لسانه رطب بذكر الله، يحافظ على الصلوات بنوافلها، يتقي الله، يعمل ذنب يستغفر، يعرف أن الله يراه. وسبحانه فرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي، في فرق بين هذا وذاك سبحان الله. الفضيل بن عياض كان ايه؟ كان واحد صايع في الصحراء لص، فبيتصور بيت، فصاحب البيت قائم الليل قل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال قد آن يا رب، قد آن يا رب. خرصت بشر الحافي قاعد سيد عظيم في قومه، قاعد الوجهاء القوم قاعدين يشربوا ويغنوا، فجاء طارق يقول للجارية صاحب البيت هذا سيد أم عبد؟ قال سيد. فمشى
الكلمة طنت في أذن بشر هو بأجنه. نعم. فجرى الجارية، من كلمك الآن؟ قالت رجل مجنون يقول صاحب بيت سلم. قال لا، أنا عبد، أنا عبد، أنا عبد. وترك المجلس بالبيت وخرج حافيا خلف وراح عند العلماء وتعلم وخلاص. ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. وصلا بما سبق، هل الكفر والظلم والشر أشياء متأصلة طبيعية في الإنسان منذ خلقته، أم هو الذي يكتسبها ويطورها وينميها؟ هذه الفكرة الذين يقولون بالخطيئة ونزول الإنسان بالخطيئة، نحن كمسلمين كل مولود يولد على الفطرة، لا كفر لا ظلم. لا 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 لا، هو الذي يكفر نفسه، هو الذي يشرك نفسه، هو الذي يجعل نفسه تنحرف. لكن الله عز وجل خلقه على الفطرة البيضاء، على فطرة التوحيد، وجد بيئة والأشياء وعقله الضال ونفسه والهوى وإبليس والنفس الأمارة بالسوء فأضلته عن طريق الله والعياذ بالله رب العالمين. لكن المؤمن أو المسلم يعني بتكملة الموضوع، يعني الخوف دي صدرت الحلقة بآية خطيرة سوف نتوقف عندها كثيرا. وإن يستغيثوا يستغيثوا من إيه؟ عطشوا من قطر العذاب، شعروا بالعطش. نعم. يغاثوا بماء كالمهل، المهل هو الصديد المغلي. سلم يا رب. وبعدين مريم يمسكه بيديه، يمسك الكوب، الكوب ده اصلا من النار، تتهرى يديه، لحم يديه يسقط، فاذا قربه الى وجهه خرجت الابخره الساخنه فتساقط لحم وجهه، يشوي الوجوه. يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه من حرارته. سبحان الله. وبعدين ايه قالوا بعد كده في سوره محمد، قالوا وسقوا ماء حميما فقطع امعاءه. الامعاء اللي كانت بتمتلئ بالحرام لازم تمتلئ بالنار، لابد. الله. عمر الله يرضى عليه يقول لزوجتي اتريدين ان تطعمين نارا في اجوافنا يوم القيامه؟ مش اللي بياكلوا اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله رب العالمين. الا يخاف الانسان؟ هو مضطر في 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 النار ان ياكل وان يشرب، هو يريد اي شيء. الله. ده في سبحان الله العظيم الظل والعياذ بالله يعني اللي بيفيقوا اليه من شده الحر يذهب الى الظل يجد اشد حراره. يا ساتر يا رب. والعياذ بالله رب العالمين. وقطعت لهم ايه؟ ثياب من نار، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، والعياذ بالله تلفح وجوههم النار. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يرد عليهم بعد ألف سنة. ألف سنة. ألف سنة يتركهم. سبحان الله. ينادوا على أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. فأين الرحمن؟ أين الرحيم؟ أين ما رحم نفسه؟ أين الغفور؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هؤلاء على مر التاريخ الذين أذلوا الناس وأذلوا الشعوب وقهروا الناس وجوعوا الناس وضيعوا الناس وسجنوا الناس وآذوا الناس وأخذوا أموال اليتامى وسبحان وخاضوا في الحرمات وخاضوا في أعراض الناس واغتصبوا ما لا يجب أن يغتصب. بالله عليك يعني يا أخي ده وما يشفي صدور قوم المؤمنين كيف يا الله؟ ما قدموا لأنفسهم خيرا. أنا موسى أعذب في النار ما لا فائدة فيه. أتدرون من أهل النار؟ قالوا من يا رسول الله؟ ما لا فائدة فيه؟ الإنسان ملوش فائدة، كان وجوده ضرر، كلامه ظلمة ومخرجه ظلمة ومدخله ظلمة، وجوده والعياذ بالله نكد. أول ما يموت الملائكة تقول الحمد لله الذي راح الله منه البلاد والعباد. ألم يخلق الله تبارك وتعالى هكذا؟ لا، ما خلقه هكذا، هو سوأ نفسه. هو سوأ نفسه طبعا طبعا طبعا، خلقه على التوحيد وأرسله الطبيب وأرسله الكتالوج وأرسله كتاب واضح المعارف سهل. وهو يخشى من هذا النبي أن يضله عن طريق الله؟ لا، يخشى من من؟ من وجود هذا النبي. لا لا لا، يعني مثلا أحدهم يتصور أن محمد بن عبد الله أتى ليضلهم عن الطريق السليم الذي يمشي. لا لا، هو الذي أضل نفسه، هو لو 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 ركز للحظات وجلس هكذا لاستمع لدخل الهدى إلى قلبه، لكنه لم، هو غلق الباب على نفسه، هو غلق الباب على نفسه، أضل نفسه لكي لا تبع هواه. وتولى الله يرضى عليه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. اتبع هواه وكان امره فرطا. يعني اذا هو اتبع هواه، يعني ما ظلمه رب العباد ابدا. لا 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 لا، ما ظلم، ولا بالعكس، هو ارسل كل وسائل الانقاذ والهدايه ولكنه تعامى عنها. صحيح. الرسول ذهب لابي بكر مثلما ذهب لابو جهل،
سيدنا نوح قال ايه؟ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم ها وضعوا اصابعهم في اذانهم واسترشوا ثيابهم حتى مش عايزين يشوفوا صاحب الهدى. على دي فين؟ الان في البيوت. صح. ها؟ يطلع محمد خالد وشلون؟ ياه غير. يا اخي شو روحوا القلوب ساعه وساعه مش كده؟ وعلى طول على طول يا سبحان الله خلاص. لان افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. وقفه بسيطه. ايوه. الهه هواه. ايوه. كيف؟ الهه ليس الله رب العالمين. امال من؟ هواه. هواه هذا منطق الآية. ايوه اله يعني من اتخذ الهه هواه. هواه جعل هواه الهه. سلم يا رب. يعني ايه؟ يعني هواه يقول له اشرب يشرب، انظر الحرام ينظر، خد ما الحرام ياخذ، ارتشي يرتشي، تعامل بالربا هواه يقوده. يقوده موجود هذا موجود. لا اله الا الله، هو ده الموجود الا من رحم ربي وقليل ما هم. هلا العياذ بالله. فهو اله هو اتبع اله. انا الست تقول لك انا عايز شعر الاصفر ده والناس تشوفه. هواه اله هواه. البنطلون الضيق ده هو ده اللي هيبرز. سبحان الله. تأخذ قوه شخصيه وتحضر وهكذا اريد انا من الضلال. هذا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا. أيوة. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. صدق الله ومن أصدق من الله قيل. شوف هو شايف العمل ده هو أسلم عمل. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله. يا شعيب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. إيه ده؟ أنت كنت رجل عاقل تيجي تقول الله واحد؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. سورة صاد. هذه الله يرضى عليك. سبحان الله. فالمسائل دي كلها تخلي الإنسان الله يفيق لنفسه. لذلك ليه فائدة العلماء؟ إفاقة الأمة. إفاقة الأمة. لأنهم فإذا ضرب عليهم بسور سبحان الله ضاعت وهلكت الأمة. ولا بد العجب لله رب العالمين. سبحان الله. هم الهداة ياخذوا لأنهم ما يبغوا من الناس شيء. سبحان الله. كل الدعاء الأول من الرسل عليهم السلام ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على رب العالمين. أنا بس يا قوم تعالوا تعالوا سبحان الله. سيدنا نوح أخفيت له وأعلنت له وأسررت لهم إسراره وقلت صفو رب إنه كان غفار يرسل السماء أبدا وبعدين بالليل وبالنهار. فبالله عليك يعني قد أعذر الله إلى البشرية. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين خلاص بقى ما خلاص. لا ما هو متى دعا؟ لما قال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني إيه؟ أغلق باب التنسيخ لقبول أي مؤمن. انتهت القضية. هم اللي أغلقوه. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. انتهى الموضوع. انتهت القضية. انتهت القضية. انتهت القضية. سبحان الله. ولا خطر. يعني سيدنا لوط يضيف الضيوف تيجي قومه يهرعون إليه. هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. حتى شوف المروءة راحت فين. هلا يعتدي على ضيف رفاه. البشرية قد أعذرت إلى نفسها بأن أرسل الله إليها الرسالات وبعدين هم انحرفوا عن الرسالات. ضيعوا الرسالة. بالعكس يعني شعروا ان هؤلاء هم الضلال الذين فضلاتكم تحمل الامه هذا الكلام. ما الامه يعني كل واحد فينا. كل واحد فينا طبعا طبعا طبعا. واذا العوده عوده مسؤوله مسؤوليه فرديه. كل فرديا الاول وبعدين تتكاثر. والحمد لله نحمد الله ان الناس كلها تريد ان ترى تسمع للعلماء وتلتف عليهم مره اخرى وتعود وتؤوب الى كتاب الله عز وجل مره اخرى كالفراش عندما ياتي الى النور. أتعبتنا يا شيخ عمر الله. أنا أريد راحتكم يا أبي. أنا أريد راحتكم. أريد راحتكم يا أبي. قالوا للحسن البصري كم تتعب نفسك؟ قال بل راحتها أريد. لا إله إلا الله. نعم. بارك نعم. الله فيك يا أبي. ربنا يكرمك. نعم. يعني قلنا في أول حلقة دركات النار. نعم. وفضيلتكم علمتمنا أنها سبع دركات. نعم. لماذا قلنا النار تحديدا؟ النار. هي النار اسم على كل الدركات كلها. النار اسم على كل عندنا الجنة عندنا النار. فالنار تحوي داخلها جهنم صقر الحطمة لظى الهاوية السعير الدرك الأسفل. هذه هي الدركات. النار اسم علمنا للسبع دركات كلها. كما يعني أن الجنة للدرجات. للدرجات بالضبط. يعني لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لها باب يدخل منه من رفع السيف على أمتي أو على أمة محمد. هذا الحديث باب خاص. باب خاص للناس اللي آذوا الناس بالسيوف وبالقنابل سبحان الله.
ايا كانت ديانتهم وان كانوا مسلمين وان كانوا مسلمين طبعا وان كانوا مسلمين لا لا لازم نؤمن الناس. الصحابي لما نام الشفاعه اسمع يا ابني اسمع الراجل نام الصحابه الصحابي نام تحت الشجره وبعدين الصحابه حب يهزروا معاه يعني فسحبوا منه السيف قام الصحابي مذعور وهو يعتبر على الجبهه نعم وسيفه حياته سلاحه فقام مذعورا قال صلى الله عليه وسلم لا تروعوا المؤمنين من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامه لا 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 ولو هزار ولو هزار لا لا ممنوع ممنوع في ناس في البيوت تروح ده عارف ان زوجته يعني يقول عليها قلبها خفيف شوي روح فاتح الباب بزوق لا اله الا الله ما صنعها رسول الله مره كان يطرق على بيت كان يطرق بيته ايوه يعني يفجأ زوجته حتى يرى ماذا تصنع لا 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 هو شغال في المخابرات اخذ بيوت لا ولا قوه بيوت يبدا لازم يستاذن يطرق بيته وسبحان الله لا اله الا الله اذا ما تفضلتم به نريد ان نركز على نوعيات والشخصيات او الاعمال التي كانت تفعل وتذهب بأهلها إلى النار من هم أهل النار السبع دركات عامة نعم يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إنما أهل النار خمسة أنا أريد أن تنظر إلى الكاميرا سامحني وتوجه هذا الكلام للمشاهدين والسماء المسلمين يعني وأنا معهم يعني يا ابني أول ما جيت في أهل النار وأتوجه سبحان الله حتى ننجو منها يا فضيلة يا رب يا رب حتى ننجو منها إنما أهل النار خمسة انواع يعني نعم. يعني في صحيح مسلم اهل الجنه ثلاثه هنخليها لما نجي للجنه ان شاء الله, شاء الله انما اهل النار خمسه كثير الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه سلم يا رب. يعني ان دق الا خانه يعني هو في مؤسسه كبيره نعم. هذا الكوب لا يساوي شيء فلسات صغيره هذا القلم لا يساوي درهم او جنيه سبحان الله يخون ويأخذ هذه خيانة؟ يخون الأمانة ويمكن أن نعمل بها لا, لا, لا هذا العمل يخون يعني يأخذه كده ويأخذه سبحان الله ورقة نعم يأخذ ورقة ويمشي لأنه تعود على هذا الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة هو عمر الله يرضى عليه يقول علي أنت إيه جاي في أمر من أمورك ولا أمر من أمور المسلمين ولا ما الفرق لا أمر من أمورك نطفئ المسرجة شغالين في نور الدولة نور المؤسسة نور الأمة نور الشعب الله أكبر لكن لو أمر من أمورك أمر من أمور الدولة خلاص إحنا موظفين تعال عايز إيه هل الناس يوم القيامة سيحاسبون على هذه الأعمال وإن دقت على صغير الأمر وكبير على القلم وعلى النور ما وعلى ما تقول يا ابني هو سبحان الله وإن دق إلا خانة أيوة الموضوع مش سهل ليه ما هو الناس لماذا لا تتأثر الناس بذكر النار لأن الموضوع ده أصبحت سهلة بالنسبة لها ده فيه ناس بيقول له هجيب لك ورق من المصلحه شوف ابو بكر استخدم تليفون شوف ابو بكر شرب كوب اللبن ولما شك في مصدره تقايع فرجع خلاص قال خفف على هون على نفسك يا خليفه رسول الله قال والله لو لم يخرج الا مع روحي لاخرجتها ثم نظر الى السماء وقال اللهم اني اعتذر اليك مما اختلط باللحم والعروق عارف ليه ابو بكر رجع جرعه اللبن ليه لان بطنه ما تعودت الا الحلال فلما دخل فيها شبهة لم تحتمل البطن هذه أن تحوي مثل هذا الخبار لكن فيه ناس بتبلع في بطنها أراضي وبنايات ومليارات ويضحك يا أخوانا ويتكلموا عن النار يقول لك نار إيه إحنا آمنين يا ما أنا أقول لا إله إلا الله سيبك أنت بالكلامك فالخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خائن والعياذ بالله رب العالمين ورجل والضعيف الذي لا زبر له الذين فهم فيكم تبع يعني ايه الإمعة تخيل الإمعة من أهل النار لا يكن أحدكم إمعة قالوا ما الإمعة يا رسول الله قال يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت بل وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم المسلم صاحب قرار صاحب رأي دخل الولد على هارون الرشيد فقال أفتحتم الباب يا مزاحم هل فتح على عمر بن عبد العزيز هل فتحت الباب حتى يدخل علينا الصبيان ولد عنده 12 سنة داخل في مجلس أمير المؤمنين هي بقت فوضى فقال يا أمير الولد يا أمير المؤمنين دخولي ما أخل بك ولكن شرفني وإن الله يا أمير المؤمنين إذا رزق العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار له الله الخير يا أمير المؤمنين اتخذ كبير المؤمنين أبا
وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك. يا أمير المؤمنين في أيديكم فضول أموال، إن كانت لله فوزعوها على عباده، وإن كانت لعباده فلا تمنعوها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين. فنكس عمر رأسه. سلام. ولد بهذه القوة مش معه يمين يمين. والله المشكلة في عمر أنه نكس رأسه. الآن تطح برقبة الولد وأب الولد وجد الولد معلش في نقطة والخادم والحاجب. لا في نقطة في نقطة في نقطة. الولد ده لما تطح يطح برأسه في هذا الموقف جنب حمزة في الجنة. الحكاية مش سهلة. سبحان الله. طبعا سيد الشهداء حمزة ورجل دخل على حاكم ظالم فأعضاه فقتله فهو حمزة سواء. يا سلام. شوف سيد الشهداء هو في الفردوس. يا سلام يا سلام. وإن تكم مثقال مفيش نأتي وكفى بنا حاسبين لا تضيع عند الله. ما يضيعش ما يضيعش عند الله سبحانه وتعالى. الإماعة الثالث وذكر البخل البخيل البخيل عياذ بالله. شوف مكتوب على باب الجنة لا يدخلك بخيل. البخل شجرة أصلها في النار فروعها تتدلى، من تعلق بغصن منها دخل فيها. والكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنة قريب من النار. سلم يا رب. إلا البخيل والعياذ بالله. والبخيل ده والعياذ بالله هذه دعوة أن نتحرر والعياذ بالله صفة الذميم. وذكر الشنظير الفحاش. الشنظير القاس القلب الفحاش بذيء اللسان والعياذ بالله. الشنظير كلمة قاسية. الشنظير الفحاش هو فاحش بذيء وخير أدب. يعني الناس يعني سبحان الله يعني تتحاشى والعياذ بالله رب العالمين للساني للسان البذيء والعياذ بالله يعني وتكرمه اتقاء لشر. وأسوأ الناس عند الله من اتقاه الناس اتقاء لشر، من أكرمه الناس اتقاء لشر. فهو يقول ايه في نفسه كده ناس ما تخاف ما تقلق. هو كده الشد. هو كده مجرم. هذا انسان مجرم. هذا انسان مجرم والعياذ بالله رب العالمين. طبعا تجد ايضا يعني ربنا يقول ايه ويل للمصلين. ويل ده هنجي احنا الوديان جهنم والعياذ بالله. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. مرائي شغال يقول لك انا رجل يا اخي ده في ناس ما ركعت لله ركعه يطلع على شاشه يقول لك انا احب الصدق ومش يا اخي يا اخي سبحان الله فيه بس تمشي تبات وجه هذه مراءه والعياذ بالله رب العالمين وهنالك رياء والعياذ بالله. فويل للمصلي مصلي ولكن يجيب الظهر على العصر كده من غير سبب. ليه يا فلان انا وصفة المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. لولا مراءة الناس حتى ما يصلى. لو وحده يقول لك مش هصلي. وقام. نعم. يا بقول طالما قام يجعل النية خالصة لله سبحانه وتعالى. هو عنده شوش عنده خوخ سبحان الله في قلبه لا إله إلا الله. فسبحان الله. يعني أهل النار الخائن. الذي لا يخفى له الطمع. أيوه. والضعيف الذي لا يخفى الإماعة والعياذ بالله رب العالمين. والبخيل. والبخيل وذكر الكذب. والشنظير الفحاش والكذاب والعياذ بالله رب العالمين. الكذاب ده مصيبة. هذه كارثة. يعني قد يقول قال يا رسول الله يكون المسلم بخيلا يكون كذابا. أبدا لا 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 الكذاب لا ولا كذبة صغيرة لا 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 الكذب المصلحة العامة لا 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 سبحان الله سبحان الله الكذب لا لا كم مضطر مثلا أبدا في ضرورات الحياه المحدده معروفه في الحروب في كذا بالضبط في الزوج مع زوجته مش عارف الاصلاح بين المتخاصمين غير كده ما في الكذب كذب سبحان الله. الراجل ماشي وبعدين الراجل قال بتعمل كومه ليف كومه ليف كده قاعد بيفتل بيها ايه حبال قالوا خبئني الناس عايزين يقتلوني. قالوا ادخل تحت كومه الليف تلك. دخل جاءوا الناس بعد مده ارايت رجلا مر من هنا قال نعم بعده قالوا أين هو؟ قالوا تحت كومة الليفتين. فنظر القوم نظر القوم بعضهم لبعض قالوا مجنون هذا رجل يدخل تحت كومة الليف بالأتربة يموت. فظنوه يضحك فغادروه. خرج الرجل أمسك بخناقة الرجل يقول لك خبئني تخبره عن مكانه. قال له اسكت الصدق نجاك. لو ما شفت هيفتشوا المكان ويعملوا سبحان الله العظيم. الصدق نجاك. الصدق من جاء الصدق من جاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قابله بعض من أعدائه خارج مكة أو كان يكرهوه سبحان الله كان مع بكر أبو بكر ما كان مع أبو بكر
فهو ما يعرف لا يعرف الرسول، انا اعرف ابو بكر. من هذا ابو بكر؟ قال رجل يهدين الطريق. كنايه. هل كذب ابو بكر؟ ده مش يهديه هو بس، ده هدف بشري. ولكن يعني لكن ابو بكر تكلم على نيته هو، لم يتكلم على نيه المحدث. بس لم يقصد القسم ده موضوع يجوز هذا يجوز. ليس كذب. القسم ده موضوع اخر. ولما سال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ساله نفسه قال ممن الرجل؟ قال من ماء. من ماء. قالوا عجبا قبائل العرب كثيره. اكثر قبائل العرب. سبحان الله. نريد سال الرسول عليه الصلاه والسلام. هو الرسول انفرد بعيدا عن الجيش. نعم. انفرد فخرج عليه جماعه يبدو منهم الشر. قالوا ممن الرجل؟ قال من ماء. فنظر بعضهم الى بعض قالوا ان قبائل العرب كثيره. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما تعتبر كذب. لا 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 لا. ولكن كيفيه الرد بهذه السهوله وذلك المنطق الحلو الجميل. كيف تتاتى للمسلم؟ لا، دي الهامات. الهامات. الهامات من قلب نقي تخرج على لسان العبد قطرات حكمه. سبحان الله. يعني القلب انيه واللسان مغرفه، فياخذ المغرفه ايه من القلب المليء بالحكمه الخوف من الله. يعني الله يرضى عن سيدنا علي لما قال له ايه، لما واحد من الشانئين له كره، فواحد يمدح فيه وعلي يعرف انه كاذب ويكره، قال انا فوق ما تقول ودون ما تظن. سبحان الله، كلمه جميله. انا فوق ما تقول ودون ما تظن. لان عارف يعني انت الراجل اعلم نيتك. بهذا المنطق. بهذا المنطق لا تخرج الكلمات الا ايه، الا ساعه. يعني سبحان الله، يعني لما المقداد يقف كده والله يا رسول الله لو سرت بنا الى برقرم، هذه الكلمات لا تخرج الا من قلب من مليء بالايمان، فتخرج هذه الكلمات مش مؤلفه. مش مؤلفه. صحيح. صدق. يعني الخمسة أنواع التي تفضلتم بها فضيلتكم الآن في حديث الرسول في صحيح مسلم، ولكن هناك كثير أيضا. وإحنا سوف نأتي للآيات إن شاء الله من الحلقة القادمة، سوف نغوص في الآيات التي تتحدث عن دركة كل دركة وأهل سكانها. يعني سؤال خاص لفضيلتكم من مرصدكم الخاص بعد هذا التجوال والتطواف. أمتنا أمة إسلامية، هذه الأمة التي قيل فيها أن الله سبحانه وتعالى وجعلنا الله سبحانه وتعالى أمة وسطا وخير أمة أخرجت للناس. هل تراها أمة إسلامية كما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء؟ الأمة الآن بدأت في أن تستيقظ. جميل. الآن الحمد لله. الحمد لله. أقيسها بنوعين. نعم. بشبابنا ونسائنا. الأمة. وهما العنصران المهمان في المجتمع اللذان أريد بهما من القرون السابقة أن يدمرا تدميرا كاملا. لما دمروا أخرجوا المرأة من مملكتها الخاصة. وخلعوها حجابها. والشباب غيب بهذه الأمور. لما يعود الشباب الآن وتجد أكثر المصلين في المساجد من ذوي الشعور السوداء، والنساء يرتدن المقرأة وحفظ القرآن والالتزام والحجاب رغم كل هذا الزخم، وتجد المسلمة الصادقة تساوي أمة بأسرها، فتستبشر خيرا. بدأت الأمة تستيقظ، لأن الضرب الشديد من أعداء الإسلام دليل على أن الجسد ما زال حيا. لو كان الجسد ميتا ما ضربه أحد. لكن الأمة تحتاج كما قلت في بداية الحلقة، الكفر المنظم يحتاج إلى إسلام منظم، يحتاج إلى توضيح الأولويات. فيما قلت وعرضنا من قبل أن نريد ألا نختلف، ولعل في الحلقة دي يعني أقول يعني شيء أخص به قناة الشارقة. نعم. من باب يعني كما تقول أن أنت السبق الإعلامي. طيب. عمر بن عبد العزيز مات سنة 99 هجرية. نعم. كان عند أبو حنيفة 19 عاما. لم يكن ظهر المذهب الحنفي بعد. صحيح. أنا إن شاء الله رب العالمين أنا من 15 عاما استشرت أساتذتي الكبار والفقهاء وفقهاء الأمة الكبار علمائي في أن أخرج كتابا للأمة، الفقه في القرن الأول قبل أبي حنيفة، دون أن ندخل الناس في متاهات. تتساءل فيه كيف عاش المسلمون عاش المسلمون من واحد هجرية حتى 100
عاشوا هذا القرن في أوج عظمة الإسلام دون مذهبية أبدا. لا لا مع إجلال التام لتراب داست في أقدام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد دار الأمر ندخل في هذا الأمر، لكن أنا أقول يعني ما الفقه عند رسول الله وعند صحابته وعند الرعيد الأول بهذا المنطق بهذه البساطة؟ متى سيصدر هذا الكتاب؟ إن شاء الله رب العالمين، يعني أنا أجهز له من مدة وإن شاء الله ربما يعني يظهر يعني إن شاء الله في أحجز نسختي من الآن. أتوقع الله إن شاء الله في فتح الباري إن شاء الله. فالأمة بدأت في الاستيقاظ، ولكن لابد من الاستيقاظ المنظم. كيف؟ يعني ما ينفعش كده يعني أنا لو في 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 سني هذا ورحت عند مدرب أو غير مدرب رياضة أريد أن ألعب تمارين رياضية ربما يحصل تمزقات في عضلاتي لأن أنا غير خبير باللياقة البدنية، لابد من مدرب محترف. صحيح. طيب لابد أن نؤوب حول علمائنا المحترفين. صح. تمام. ومن هنا نبدأ كيف تنهض الأمة. لذلك نحن قلنا من قبل في رمضان ليرسلوا إلينا كل المشاهدين والمشاهدات ما هي سبب يعني نقوص الأمة عن الكتاب والسنة وما أسباب نهضتها. نجمع هذا كله ونجمعه على بعض من أصحاب الحل والعقد بعد استشارة العلماء والفضلاء والأساتذة وأهل الدين سبحان الله. نصيغ هذا ونبدأ لنضع مشروع للأمة كبير. هذا الجيل يقوم بخطوة واحدة منه ويترك الخطوات التالية للأجيال التي تليها. إذن نجدد الدعوة مرة ثانية. يعني أنا أريد من الإخوة المشاهدين والمشاهدات سواء على الفاكس الخاص بالبرنامج أو على صفحة الإنترنت الخاصة به أو على أي اتصالات أو الصندوق البريد أو غيره يرسل كل واحد اقتراح بما يرى ما يعني ما هي أسباب يعني عثرات الأمة وكيف ننهض بها. أرجو أن يعني يواتونا ونحن نصيغ هذا ونعرضه على علمائنا الكبار إن شاء الله بإذن الله، وثم نصيغه على أصحاب الحل والعقد من الناس الصالحين بإذن الله في بلاد العالم الإسلامي. يكون ده مشروع نهضة أمة. فضيلة الداعي الإسلامي الكبير أستاذ دكتور الشيخ عمر عبد الكافي، في الحلقة القادمة إن شاء الله سندلف إلى دركات النار. بإذن الله ربنا سوف نأتي بالآيات التي تتحدث عن النار وأصحابها وأهلها أبناؤها وديانها سرابيلهم شرابهم طعامهم، يعني صور العذاب ولماذا تبوأوا هذه الأماكن. هذا محور حديثنا. نسأل الله التخفيف إن شاء الله، ونسأل الله أن يبعدنا والمشاهدين والمشاهدات عنها إن شاء الله. أذكر قديما أن فضيلتكم لم تكملوا الحديث عن النار ونزلتم من على المنبر ولم تكمل الحديث. الآن هل ما زلت متهيبا من الحديث عن النار؟ يعني كلما كبر الإنسان في السن وتقدم به العمر خوفه يزداد أكثر، وقد يكبر الرجاء ولكن خوفي أكبر بما تعلمت من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، علاوة أننا قد غادرنا كبارنا الذين كنا نؤوب إليهم في صغير الأمر وكبير، وما زلت متهيبا وسوف أظل إلى أن ألقى الله عز وجل. فأود يعني أن نستطيع إكمال حلقة النار إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. وقانا الله منه فضيلتكم والمشاهدين المستمعين. آمين. إذن مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشريقة FM 94.4 في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى نفتح مع حضرتكم ملف النار ودركات النار والعياذ بالله. نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من